بعد أن تكلمنا عن أهداف الإسلام وكيف نعمل على تحقيقها بإذن الله، لو نحن طبقنا أهداف الإسلام ستكون حياتنا سعيدة. ونحن الآن سننتقل إلى موضوع آخر، وهو حقائق عن الرجل وعن المرأة، يعني بعض الحقائق. من أجل ماذا؟ من أجل أن يعرف الطرفان كيف يتعاملون مع بعضهم البعض. إذن نبدأ أيها الإخوة، هذه بعض الحقائق عن المرأة. أولاً، على الرجل أن يعرفها معرفة جيدة حتى يستطيع يتعامل معها. الأول أيها الإخوة، أن المرأة شقيقة للرجل، المرأة شقيقة للرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. فلا يجوز للرجل أن يجعل الزوجة ند له، كأنها عدو له أو كأنها عدو من أعدائه. هي مرأة وأنت رجل، ولكن تبقى أختك، هي أختك في الإسلام، أختك أختك في الإسلام، وكذلك في الإنسانية. أبوك آدم وحواء، أمكم أبوكم وأمكم جميعا، فهي أختكم من آدم وحواء، قلنا الإنسانية، وأختك في الإسلام. والرسول قال شقيقة، فلا بد أن نتعامل على هذا المفهوم. الزوج عامل زوجة على شقيقة له، والزوجة أيضا تعامل زوجها على شقيق له، فلا بد من الرحمة، لا بد من الشفقة، لا بد من التعاون وغير ذلك. كذلك أيها الإخوة، المرأة الله سبحانه كتب عليها الدورة الشهرية، فلحكم يعلمها سبحانه وتعالى. فلذلك أيها الإخوة، الزوجة عند المرأة عندما تأتيها الدورة الشهرية تتغير نفسيتها وتتعب نفسيا، وربما تغضب كثيرا، كذلك تأتيها الآلام في أسفل البطن، وربما في الصدر، وربما صداع شديد، وربما يحصل لها تغيرات في النفسية. فعلى الزوج أن يقدر هذه المرحلة، كل شهر لابد أن تأتيك، فعلى الزوج أن يقدرها وأن يراعيها، وأن لا يعمل أعمال تثيرها أو ربما تؤدي إلى الطلاق. كذلك أيها الإخوة، نقول والدليل على أن هذه أن المرأة في الدورة الشهرية تكون غير مضطربة، فقد سمح الله لها بترك ركنين من أركان الإسلام الكبيرة، وهي الصلاة والصيام. فالله سبحانه وتعالى قد سمح لها بذلك، فلا بد الزوج أيضا أن يراعيها في هذه الفترة. كما أن الإسلام حرم الطلاق في الفترة الشهرية، لماذا؟ لأن الله يعلم بأن الزوجة قد تثير أعصاب زوجها وتغضبه، فقد يغضب هو فيطلق. لذلك الجهال يطلقون في الفترة في الدورة الشهرية، وهناك إحصاءات عالمية بأن أكثر نسب الطلاق في الدورة الشهرية. فلذلك وحتى الطلاق، لو الطلاق في فترة في الدورة الشهرية، هذا بالطلاق بدعي، وبعض العلماء قال إنه لا يقع، لأن المرأة في غير في نفسية صعبة. فلذلك لا بد أن نراعي زوجاتنا ولا نضغط عليهم، وربما نساعدهم إذا كانوا يتعبون، ساعدهم في الأكل والطبخ وغير ذلك. كذلك أيها الإخوة، أيضا المرأة تحمل، كلنا نعرف هذا الكلام. المرأة في هذه الفترة يبدأ الجنين كما قلنا ذكرنا بالأمس، بأنه يأخذ من غذائها وهوائها ويتعب جسمها. فلذلك الزوج عليه أن يقدر هذه الفترة. وتكلمنا أمس عن فترة الحمل، فأقول الأخ لابد أن يراعي زوجته في هذه الفترة، يهتم بأكلها، بشربها، بتغذيتها إلى غير ذلك. لكن حين نتكلم هنا بأن لابد أن يعرف الزوجة أنها تحمل، ولذلك أنا أقدر وضعها وأراعيها من بداية الحمل حتى انتهاء الولادة. كذلك الحقيقة على المرأة بالنساء بشكل عام أنها تنسى المعروف، يعني تنسى الأمور الطيبة التي قدمت لها، هذا أغلب النساء. وهذه طبعا يعني ينبغي للزوج، لو أن زوجته يوما من الأيام قالت أنت ما عملت لي شيء، هو لا يغضب، لأن هذه طبيعة المرأة. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن من صفات أهل النار أنه رأى النساء فوجد أكثرهن أهل النار، فالصحابيات سألوا لماذا؟ قال يكفرن العشير، أي ينكرن فضل الزوج
وفي حديث آخر أنها لو أحسن إليها دهرا ورأت منه شيئا تكره قالت ما عملت خيرا قط. فطبيعة المرأة بشكل عام أنها تنسى المعروف. في هناك نساء ما شاء الله ما تنسى المعروف، هي تقدر زوجها، تقدر تعبه ومصروفه والعناية بها، تقدر. لكن أقول للزوج لو أن زوجتك فعلت هذا الشيء فتحمل ولا تغضب. طبيعة أغلب النساء. وأيضا هناك رجال ينسون المعروف، في رجال زوجته تتعب وتحمل وتلد وتحتم ومع ذلك في النهاية يقول أنت ما عملت شيء. فأحيانا نسي المعروف هو بعض الرجال يعمل هذا، لكن نقول للأخوة والأخوات لا تنسوا معروف، كل واحد يقدر صاحبه، الزوجة تقدر زوجها عندما يصرف عليها ويخرج ويتعب خارج البيت وينفق عليها ويستأجر لها سكنة ويسكنها، والزوج أيضا يقدر زوجته حملها وتربية الأولاد والطبخ وغير ذلك. فمن الخطأ أن الواحد ينسى معروف صاحبه. الآن ننتقل أيها الإخوة، طبعا الرجل إذا عرف هذه الأمور فسيتعامل مع زوجته إن شاء الله في المستقبل معاملة جيدة.